السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه واحد الدرس خفيف وبسيط ورائع جدا. فهاد الدرس هذا غادي نخدمه بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. هذا هو الحرير المبروم. بالنسبة للناس اللي تسولوني شنو هو الحرير المبروم، فهو هذا تخدموا به الناس الطرز الرباطي كالعادة. فأنا تنخدم به الراندا والكروشي كذلك. مو الكروشي بطبيعة الحال ضروري خاصو تخدم بهاد الحرير، حيت الحرير ديال الصابرة كيتشنتف بزاف وتيعذب نوعا ما في الخدمة. المهم فحتى الراندا مؤخرا وليت كنخدمها بهاد الحرير هذا، لأن الحرير الآخر مرة كنلقاه مزيان وتنخدم به وتيكون زوين وكل شي كيكون مزيان، ولكن بعد مرات كنلقى مهم كنلقى شي نوع ديال الحرير اللي تيكون الجوده ديالو خايبه بزاف وتيخرج لك على الخدمه كامله، كيصدق كل شيء مضروب في الزيرو وكتجيك الخدمه مشنتفه وما عندك ليها حتى شي علاج. هذاك الشيء علاش قررت انني نبقى نخدم غير بالحرير المبروم، لا داعي نبقى كل مره نغامر. وفي نفس الوقت هذاك الشيء اللي كيشيط يعني من الحرير مره اخرى تنعاود نخدم به. المهم اول حاجه في هذا الدرس هذا وهي الحبكه، غادي ديري الحبكه على طول هذاك الثوب اللي انت غادا تخدمي فيه الدرس. هذا الدرس هذا انا خدمته بالحرير على ثلاثة ديال الشعرات، ولكن من الافضل انك تخدمي على ربعة ديال الشعرات بالنسبه للدرس. بالنسبه للدرس خدمي على ربعة الشعرات، اما النصف طوق فممكن تخدمي على ثلاثة الشعرات ماشي مشكل. علاش الدرس غادا تخدمي على ربعة؟ باش الدرس يجي شاد في راسو ويجي واقف ويجي تقريبا بحالو بحال الدرس ديال الحرير العادي اللي كنخدموه بالحرير ديال الصابره. بزاف كيقولك لا الحرير المبروم غالي وما كيسلكناش وهادي وهادي. مهم كل وحده والنظريه ديالها. الا كنتو كتخدموا بالحرير الاخر وتيعجبكم ومزيان فخدموا به. بالنسبه ليا انا يعني مهم ما تيعجبنيش صراحه، وهذا المنظر ديالو كيجي زوين وكنكون متاكده ان الخدمه غادا تطلع مزيانه، يعني مو ما كنبغيش نغامر بزاف وصافي. فكل وحده تخدم بالحرير اللي بغات، الحرير اللي نتوما مولفين عليه خدموا به، ما كاين حتى شي مشكل. المهم هو الخدمه تجيك مزيانه. فمن بعد ما كملت الحبكه غادي نرجع في اول حبكه وغادي ندير غرزه نثبت فيها الخيط. من بعد غادي نمشي للحبكه اللي حداها وندير غرزه واحده اخرى. ودابا هبطي الخيط لتحت وغادا ترجعي في هذيك الغرزه، ترجعي فيها بحبكه. لاحظوا معايا مزيان، نحاولوا تحسبوا. غادي نطلع الخيط لفوق ونرجع للحبكه اللي حداها، وغادي ندير الغرزه الثانيه ونهبط الخيط لتحت ونرجع فيها بحبكه. فهذه الحبكه الثانيه. المهم دابا غادي نرجع نهبط لتحت وندير غرزه ونعاود نرجع فيها بحبكه اللي هي الحبكه الثالثه. من بعد كتطلعي الخيط لفوق وتعاودي ترجعي تهبطي وديري غرزه وتعاودي ترجعي فيها بالحبكة الرابعة. من بعد كتعطيك هنايا واحد ثلاثة الغريزات في الراس الفوقاني. فغادا تجيبي العقيق، طبيعة الحال اي نوع ديال العقيق اللي نتوما بغيتو تستعملو. المهم انا هنا في الاول كنت خدامة بالبرا رقم 6، ولكن هاد العقيق هذا رقيق بزاف، هذاك الشيء علاش رجعت خديت عندي واحد البرا رقيقة ما عرفتش الرقم ديالها صراحة. خدمت بيها يعني هاد البرا هادي رقيقه بزاف هي اللي خدمت ليا. المهم دابا كتخلي حبكه الاولى وكتخدمي في الثانيه وغادي نثبتوا هاد العقيقه هادي بهاد الشكل. فلاحظوا معايا مزيان، هنا درنا الغرزه الاولى اللي ثبتنا بها هاد العقيقه هادي، وغادي نرجع اسفل هاد الخيط ديال هاد العقيقه وغادي نرجع فيه بحبكه. ضروري انكم ديروا هاد المرحله باش يجيكم الدرس مقاد،
يعني ويكون غادي نيشان. فلاحظوا معايا مزيان، انا طلعت الخيط الفوق ورجعت هبطت لهاد الحبكه هادي، وغادي نخدم فيها الغرزه الثانيه ورجع فيها بهاد الحبكه الثانيه. من بعد غتمشي اللي حداها وديري غرزه وترجعي فيها بالحبكه الثالثه، من بعد غتمشي اللي حداها وديري غرزه، تهبطي الخيط لتحت وترجعي فيها بالحبكه الرابعه. كنديروا 4 ديال الحبكات في النهايه، كتعطيك 3 الغريزات الفوق هما اللي غادي نخدموا عليهم من بعد. والان كتجيبي العقيق عادي، فغادي نخلي الخيط الفوق ونخلي هاد الحبكه هادي ونمشي اللي حداها ثانيه، وبطبيعه الحال غادي تثبتي هاد العقيقه هادي وتهبطي الخيط لتحت وتعاودي ترجعي فيها بحبكه. ممكن ما قلت لكم هاد الدرس راه بسيط وسهل وكيجي انيق صراحه. المهم هذه الحبكه الاولى، ودابا غادي نخدم. المهم نتوما غادي تكملوا، غديروا 4 الحبكات وتركبوا العقيقه ديالكم وتبقاو غاديين حتى تكملوا الدرس، وعاد غادي نرجع نخدم نعاود نثبت الخيط. بالنسبه لهذا الدور اللي خدمنا فيه العقيق، اللي بغات تخدم بجوج ديال الالوان فممكن انكم في هذا الدور اللي ركبت فيه العقيقه، الدور الثاني خدموه بلون مغاير، يعني ديروا لون اخر وخدموه به. فحتى يعني حتى هذا نظر ممكن، يعني اللي بغات دير جوج الالوان فممكن، علاش لا. المهم جربوها، يعني خدموا غير واحد خدموا غير شويه وشوفوا الا جاكم مزيان هو داك كملوا، ما جاكمش مزيان خدموه كامل بلون واحد. المهم هنا درت هاد الغرزه الاولى ورجعت فيها بثلاثه ديال اللويات وكطلعي الخيط الفوق. دابا غادي نهبط الخيط لتحت وغادي نحبك. اللي ما بغاش تحبك بغا دير غرزه، تخلي الخيط الفوق ودير غرزه. دابا حبكت الحبكه الاولى وغادي نعاود نرجع وندير الحبكه الثانيه. من بعد كتخلي الخيط الفوق بهذا الشكل، وغادي نمشي لهاد الحبكه اللي حداها وغادي نخدم عادي جدا، غديري غرزه. دابا غنديرو بحال الشكل ديال قوس ولا نصف دائره دايره بهاد العقيقه هذه. كتمشي لهذيك الغرزه الاولى وكديري هاد الغريزه هذه. هنا حاولوا ان القوس يكون عبار ديال العقيق اللي عندكم، فانا عندي هاد العقيق رقيق بزاف، هذاك الشيء علاش القوس جا صغير. بالنسبه اللي غادا تخدم بالعقيق الحجم ديالو كبير، فحاولوا تبعدوا هذوك الحبكات على بعضياتهم، ما ديروش حبكه على حبكه، حاولوا من اول دور بعدوا الحبكات باش يلاه يلاه يجيكم مع العقيق. انا عندي هاد العقيق رقيق بزاف، هذاك الشيء علاش خدمت، وهاد الحرير حتى هو رقيق، ف يعني جات الخدمه هي هذه. المهم هنا درت جوج ديال الحبكات وغادي نمشي ندير الحبكه الثالثه. لاحظوا معايا والاول حبكه الرابعه. المهم هنا غادي نخدم معاكم بجوج ديال الطرق، وانتم اختاروا شنو اللي غادي يعجبكم. هذه الحبكه الخامسه، وغادي نرجع وندير الحبكه السادسه بهذا الشكل، وهنا 7 و8. غادي نزيد وحده اللي هي 9. هذا العدد بطبيعه الحال تقدروا اما تخدموا اكثر او اقل على حساب النوع ديال الحرير اللي غتخدموا به، هذاك الشيء علاش هذا العدد ماشي مضبوط 100%. جربوه، جاكم مزيان خدموا بالتسعود، جاتكم قليله ولا كثيره راكم يعني غتزيدوا او تنقصوا. المهم كترجعي في نفس الغرزه اللي تبتي فيها هذاك القوس وكديري فيها هاد الغرزه هذه نفسها،
عندكم تخدموا في اللي حداها نفسها باش يجيكم القوس مقاد. دابا غادي نمشي لهاد الغرزه الوسطانيه وغادي ندير الدرس ديال الواحد، ركزوا معايا مزيان. كتلوي ثلاثه اللويات او جوج ديال اللويات على حساب كل وحده شنو بغات دير. ودابا غادي نهبط الخيط لتحت وغادي نرجع فيها بجوج ديال الحبكات، الحبكه الاولى والحبكه الثانيه. من بعد كتمشي لهاد الغرزه اللي بقات لينا اللي هي هاد الاخيره، وغادي تثبتي فيها الخدمه ديالك بغرزه. دابا غادي نديرو قوس كالعاده، كتمشي لاول غرزه وكتثبتي فيها الخيط. هنا غادي نبدل الخدمه، ما غاديش نديرها كامله حبكات، غنديرها بحال الشكل ديال تاج صغير. ف اللي بغات تخدم الخدمه كامله عباره على حبكات ممكن، اللي بغات دير بحالي يعني ممكن، اللي بغات دير هاد الخدمه الثانيه اللي انا غنديرها فراه ممكن. يعني المهم انا عطيتكم جميع الاحتمالات وانتم كل وحده تختار داكشي اللي بغات. هنا كتبتي هذاك الخيط وترجعي تخدمي الحبكه الاولى والحبكه الثانيه والثالثه، ودابا غادي نمشي نخدم الحبكه الرابعه. من بعد كتهبطي الخيط لتحت، وفي هذيك الحبكه الرابعه كترجعي وتلوي الخيط جوج ديال المرات. المهم انا هنا درتها غير على جوج لان الدرس صغير بزاف وما بغيتش نزيد يعني نكبر الحجم. دابا غنهبط الخيط لتحت وغنرجع فيها بحبكه واحده. دابا هبطت الخيط لتحت وغادي نرجع نكمل هاد الحبكات اللي بقاو ليا، واحد جوج ثلاثة و ركزوا معايا مزيان ربعة. من بعد غادا تبتي تخلي الخيط الفوق وترجعي تبتيه في نفس، ركزوا معايا مزيان هذه أهم حاجة، نفس الغرزة اللي خدمتي فيها في الأول كتعاودي ترجعي ديري فيها واحد الغريزة هنا. فلاحظوا معايا كاين يعني هاد الجوج ديال الأشكال، هاد اللي فيه التاج يعني المهم نقولوا لي حنا التاج، وهاد القوس هذا العادي. فانتوما هنا غادي تختاروا اللي بغات دير الدرس الأول وتمشي هو هذاك، اللي بغات دير الثاني وتكمل عليه، اللي بغات تخدم كل مرة شكل. فأنا هنا خدمت كل مرة شكل غير على قبلكم، يعني غير بغيت نوري لكم بلي كاين فرق ما بيناتهم، وانتم بطبيعة الحال غادي تختاروا الدرس اللي يعجبكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال الدرس ديالنا ديال هاد النهار. شكرا لكم كاملين، شكرا للمشاهدة وشكرا للمتابعة. ما تنسوش رابط لاباج ديال الفيسبوك راه غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وكذلك اللي دخلت القناة راه غادي تلقى الانستغرام والفيسبوك. يعني اللي بغات تمشي الانستغرام تمشي لي، واللي بغات تمشي الفيسبوك تمشي لي. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للمشاهده، وشكرا لكل وحده كتبات تعليق جميل، شكرا لكم كاملين.